حقق الجيش السوري المزيد من التقدم بمواجهة الجماعات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة بشكل عام، وفي محيط مدينة حلب وريفها بشكل خاص، حيث تم تأمين مساحات واسعة من المنطقة من الاحتلال الإرهابي. وثمن الرئيس السوري بشار الأسد تضحيات الجيش في الحرب على الإرهاب وتحرير حلب من التنظيمات الإرهابية. أكد الأسد خلال كلمة وجهها إلى الشعب السوري بمناسبة تحرير حلب أن سوريا انتصرت على الإرهاب، مشيرا إلى أن تحرير حلب لا يعني نهاية الحرب. وأشار الأسد إلى أن الجيش السوري لن يتوانى عن القيام بواجباته الوطنية. للمزيد من المتابعة والتفاصيل في هذا الشأن ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد، برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. بداية، في خطاب الرئيس بشار الأسد بالأمس والذي وصفه الكثير من السوريون بخطاب النصر، يعني أكد أن تحرير حلب لا يعني نهاية الحرب، دلالات هذه الجملة تحديدا؟ طبعا تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. في البداية، طبعا حديث الرئيس بشار الأسد عن تحرير حلب هو طبعا خطوة هامة في مجال ما يطلق عليه طبعا حرب سوريا ضد الإرهاب التي بدأت منذ عام 2011 حتى تاريخ. طبعا هذا نصر ربما هو نصر معنوي اكثر منه نصر ربما عسكري على الارض الواقع، لان طبعا حلب هي بوابه ادلب، ومن ثم طبعا هي المعركه الاخيره كما يقال هي معركه ادلب. طبعا تحرير حلب كان مهم فيما يتعلق بالتوقيت وفيما يتعلق ايضا بالمكان. طبعا التوقيت هام جدا، لان طبعا تركيا اليوم تتحدث عن ضروره الوصول الى حل فيما يتعلق بادلب، وحتى انها تتحدث عن مساله غريبه جدا وهي ضروره انسحاب القوات السوريه الحكوميه من ادلب، وكانها تتحدث عن ارض تركيا. وبالتالي وهذا التبجح التركي اعتقد انه ربما مردود عليه من قبل القوات السوريه ومن قبل ايضا الرئيس السوري بشار الاسد فيما يتعلق انه يحارب ضد الجماعات الارهابيه على ارضه، وبالتالي فليس هناك قانون دولي او حتى هناك عرف دولي يمنع دوله من محاربه الارهاب على ارضها. بالعكس، الاردوغان هو الذي يجب عليه ان ينسحب من الاراضي السوريه الى تركيا. انا اعتقد طبعا ان النصر كما اشرت لحضرتك هو نصر هام جدا فيما يتعلق بالمكان، فيما يتعلق ايضا بالزمن، خاصة ان طبعا ربما يعطي دفعة معنوية كبيرة جدا للجيش العربي السوري في التقدم. اعتقد ان روسيا ربما لا تمانع من تقدم القوات السورية اكثر فيما يتعلق بالقرى المحيطة بادلب وما حولها، وانا اعتقد ان هناك ربما نوع من التفاهمات حتى حدثت اكثر من مرتين ما بين القوات الروسية والقوات التركية في هذا الصدد، وانا اعتقد انهم لم يصلوا الى حل حتى الان، لان تركيا تريد اما ان ينسحب الجيش السوري واما ربما الدخول في حرب مفتوحة مع القوات السورية. وانا اعتقد ان طبعا روسيا لن تقبل بهذا الحل، خاصة ان روسيا لها اليد الطولة وربما الكلمة الاكبر، وحتى ان الدليل على ذلك ان القوات الامريكية او الرئيس الامريكي تحدث بالامس. نعم. ربما تركيا لجأت اليه. طيب دكتور بالأمس. دكتور محمد، اريد ان اتوقف عند نقطة ذكرتها، وان اردوغان يعني امهل الجيش السوري حتى نهاية هذا الشهر لاخلاء المناطق التي يسيطر عليها، وكأنه يتحدث عن ارض تركيا وليست سوريا، يعني بأي عين يصرح أردوغان هكذا تصريحات؟ يعني أعتقد طبعا أنها عين تبجح وعين ربما عدم الاكتراث بالقانون الدولي وعدم ربما الاكتراث حتى بالأعراف الدولية وعدم الاهتمام حتى بحقوق الدول وسيادة الدول على أراضيها، وكأن أردوغان ربما يمارس نوع من الحق المكتسب منذ عام 2011 نتيجة طبعا دخوله إلى الأراضي السورية، وأيضا عدم ربما توقيع أي عقوبات عليه أو توجيه اللوم حتى له من قبل ربما الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل حتى القائمين على المؤسسة الدولية التي تسمى بالأمم المتحدة. يعني انظري إلى الموقف حتى القانوني أو موقف العرف الدولي والأمم المتحدة، تجدي دور غائب تماما. تجدي حتى أن من يخطط ربما للوجود السوري أو الرحيل السوري الحكومي هو ربما تركيا وروسيا، طبعا إضافة طبعا إلى حليف سوريا وهو إيران. أنا أعتقد طبعا أن حتى البعد القانوني في هذه المسألة التي تم تدشينه من خلال اتفاق أستانا واتفاق سوتشي ربما هو لاغي تماما، لأن هذا الاتفاق كان يعني فيما يعني طبعا احترام أيضا الجيش العربي السوري على أراضيه، وطبعا ومعاونته في مساله مكافحه الارهاب. هل تركيا تعاون الجيش السوري حاليا في مكافحه الارهاب؟ قبل كما اشرتي ان تركيا تطالب انسحاب الجيش العربي السوري من اراضيه. نعم. اعتقد ان هذا لم يحدث من قبل اي دوله من دول العالم، اللهم الا الكيانات الارهابيه والكيانات ايضا ربما الاحتلاليه عبر التاريخ، وبالتالي فانا اعتقد ان تركيا ربما
نعم تفضل. دكتور محمد، يعني بهذا التقدم الذي يحققه الجيش السوري، يعني متى أو إلى أي مدى نستطيع القول أن الجيش السوري جعل من سوريا مقبرة لأوهام أردوغان التوسعية في المنطقة؟ يعني شوف حضرتك، فيما يتعلق بأوهام أردوغان، ربما هو كان عراب ربما فكرة العودة النموذج الإسلامي وما إلى ذلك في عهد طبعا باراك أوباما، لكن طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لم تعطيه فرصة، وأيضا ربما روسيا لم تعطيه فرصة، إضافة طبعا إلى طبعا الضربة القاسمة التي أتته من قبل مصر طبعا من خلال طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا أتخيل طبعا أن كل الأمور تشير في النهاية إلى أن أردوغان حاول الرقص على كل الحبال لكنه لم ينجح في أي شيء. انظري إلى المسألة الليبية على سبيل المثال، تجري في اتفاق الذي عقد في ربما الأسبوعين الماضيين في ألمانيا، ربما كان أردوغان هو الوحيد الذي يجلس بمفرده والكل يتحدث عن المسألة الليبية والمسألة السياسية، وهو يتحدث عن دعم جماعات إرهابية داخل ليبيا. وبالتالي فأنا أعتقد أن حتى الطرح ربما العسكري والطرح الإرهابي، أعتقد أن المجتمع الدولي بين قوسين مل منه. يعني أعتقد أن مسألة ربما الاستمرار في نزاعات عسكرية إلى ما لا نهاية، أعتقد أنها لم تجدي فيما يتعلق بالمسألة السورية. هل من المتوقع هذا الملل من قبل المجتمع الدولي يتحول ربما دكتور محمد إلى تحركات جذرية على أرض الواقع لردع التدخلات أنقرة في شؤون دول المنطقة؟ يعني إلى الآن طبعا يتم استخدام أردوغان من قبل القوى الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لتحقيق مصالحها في المنطقة، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية صرحت تصريح مباشر على لسان دونالد ترامب أنها تريد النفط السوري وأنها تسعى إلى الغاز السوري. هو تحدث بذلك ترامب، وبالتالي فهو ما زال يدعم ربما في قدر من البجاحة أردوغان في هذه المسألة، حتى من المعلوم ان اردوغان هو الحليف القوي للولايات المتحده الامريكيه، لكن على الجانب الاخر الولايات المتحده الامريكيه لا تنسى لاردوغان انه ربما ذهب الى روسيا وعقد معها صفقه اسلحه اخرى وترك الولايات المتحده الامريكيه. دكتور محمد، هناك شق اخر، يعني الكثير والكثير من الادانات الدوليه جاءت لاردوغان، حتى الرئيس مانويل ماكرون كان يدين تحركات اردوغان. طب لماذا لا نجد تحركات من قبل هذه الدول الاوروبيه تجاه ما يفعله اردوغان؟ ام هذه الدول متخوفة ربما من ورقة اللاجئين، والتي دائما ما يضغط أردوغان بهذه الورقة على الدول الأوروبية؟ يعني الدول الاوروبيه ربما هي بين نارين كما يقال، هي بين نار ربما المعاناه من تصرفات اردوغان الهوجاء في المنطقه سواء في سوريا سواء في ليبيا، لكنها على الجانب الاخر ايضا ربما كما اشرت حضرتك مساله اللاجئين وربما فتح الحدود وعبور 3 مليون لاجئ الى الاراضي الاوروبيه، ربما يكون هذا هو التخوف الاوروبي، لكن انا اعتقد ان ربما الدول الاوروبيه تغلبت على هذا التخوف من خلال الذهاب الى دول اخرى مثل المنتدى العربي الاوروبي مثل مؤتمر برلين الذي عقد خلال الايام الماضيه، وكان يتحدث عن مساله اللاجئين وضروره تقنين هذا الوضع. اذا ربما ليست هذه هي الورقه الوحيده، بل على العكس ربما الدول الاوروبيه تسعى ايضا الى تدشين علاقات جيده مع ربما حزب الشعب وايضا الاحزاب الاخرى داخل تركيا نفسها، وانا اعتقد ان ربما حتى بدا الحديث عن انتخابات العام المقبل في تركيا وربما البحث عن بديل لاردوغان. كل الامور ربما تصب في النهايه في ان الدول الاوروبيه لا تريد اردوغان، لكنها في المقابل ايضا ربما تخشى من انفتاح للحدود، وهذه هذا الانفتاح ربما يحقق نوع من عدم الامن للدول الاوروبيه. اذا ربما تحاول الدول الاوروبيه في حاله في خشيه من الاوراق التي يضغط اردوغان بها عليها، ام ربما سنشاهد تحرك ما على الارض؟ يعني أنا أتخيل طبعا أن الدول الأوروبية حاليا ما يحركها هو فرنسا وألمانيا. فرنسا وألمانيا تحديدا إن أرادت، وتحديدا الدولة الألمانية إن أرادت ربما توبيخ أردوغان فإنها طبعا لا يوجد هناك مانع من ذلك، وإن أرادت أيضا ربما إحداث نوع من العقوبات، هذه العقوبات لا أتحدث عن عقوبات بالمعنى المطلق، لكن ربما هي عقوبات اقتصادية، ربما هي نوع من العقوبات ربما حتى على المجتمع ضد تأجيج المجتمع الدولي ضد أردوغان، كلها أمور لو صحت أعتقد أن الدول الأوروبية تكون بذلك قد كسبت ورقة رابحة ضد أردوغان، أردوغان ربما لا يعبأ بالمجتمع الدولي إلى الآن، وأنا أعتقد أن ربما كل الدول ربما لا تريد أردوغان، لكن في المقابل كما أشرت لحضرتك هي تخشى من مفاجآته سواء فيما يتعلق بفتح الحدود، سواء فيما يتعلق أيضا باستخدام ورقة اللاجئين. نعم. طب دكتور محمد، يعني أخيرا برأيك رد فعل أنقرة على هذا التقدم من قبل الجيش السوري، يعني كيف يستقبل أردوغان هذه الهزيمة التي يتلقاها هو ومن يعاونه في سوريا؟
طبعا يعني هو يستقبل كل هذه الهزائم طبعا، ويتحدث عن ضروره ربما ردع الجيش العربي السوري، وضروره ايضا عودته الى اراضيها او الى الحدود كما يقال. انا اتخيل طبعا ان اردوغان ربما مني بهزائم، سواء هذه الهزائم العسكريه، بدات تتحدث بعض الصحف التركيه المعارضه عن ربما اقحام الجيش التركي في حروب ليس لها طائل، سواء فيما يتعلق بسوريا سواء فيما يتعلق بليبيا، بداوا يتحدثون ايضا عن ربما اعدام الشباب التركي في مقابر ربما في سوريا او في ليبيا ليس لها طائل. انا اعتقد ان ربما هناك ايضا موجه من الاحتجاجات داخل تركيا، وان كانت صامته الى الان ضد اردوغان، وانا اتخيل ان ربما الانتخابات هي التي ربما تؤجج هذه العمليه. وانا اتخيل طبعا ان اردوغان ما زال يتمسك بالحل القمعي وبالحل ربما العنف داخل حتى المجتمع التركي، سواء فيما يتعلق بتقييد الحريات، سواء فيما يتعلق ايضا بتقييد الصحافه. وانا اتخيل ان كل هذه الامور ربما تنقلب كما يقال السحر على الساحر في يوم من الايام. نعم، دكتور محمد صادق اسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية.